سأحاول الوصول إلى وزير طبعا ما يعرف هنا بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان للحديث معه بشكل مباشر وذلك لمعرفة ما يحدث هنا. ايش اللي بيصير حاليا؟ يعني هؤلاء القتلة جيش هذا الاحتلال الذي يشارك المستوطنين بشكل فعلي في الهجوم ومزيد من الانتهاكات على أبنائنا في التواني، ونطالب من هنا برسالتين. الرسالة الأولى لهذا الاحتلال أنه لن يبقى هنا وسيرحل في يوم من الأيام، والرسالة الثانية لأهلنا في المسافر وتحديدا في التواني أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ستكون معكم في كل وقت. محمود، ماذا يجري رائد؟ ما يحدث الآن عمليات قمع عنيفة، قنابل تتساقط فوق رؤوسنا بشكل كبير، وبكل تأكيد هناك يعني إصابات في شظايا هذه القنابل التي أطلقت في مسافر يطا جنوب الخليل عند مدخل تواني. الآن على ما يبدو سيتم أيضا يعني تنفيذ عملية اعتقال. هذا ما يتم الاعتداء عليه الآن هو وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الذي كما ذكرت أجريت معه مقابلة قبل قليل على الهواء مباشرة، وأثناء عملية يعني مقابلة تم الاعتداء عليه وبالتالي إطلاق أيضا. هو الآن على الأرض، تم الاعتداء عليه بشكل كبير من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وواضح تماما عملية الاعتداء الكبيرة التي تحدث الآن. هم ينفذون هجوما كبيرا على الفلسطينيين، وحدة ما تسمى بحرس الحدود التابعة لشرطة الاحتلال وبالتالي أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين حضروا بكميات كبيرة وقاموا بالاعتداء على كل من يتواجد في هذه المنطقة. واضح في الصورة رائد، يعني اعتداء على موظف رسمي وعلى صحفيين، ويتم استدعاء سيارة الإسعاف في هذه الأثناء. ما تخشى قوات الاحتلال رائد من وقفة كهذه؟ هم يحاولون منع الناس من الوصول إلى الشارع الرئيسي، هذا شارع 60، شارع يربط المنطقة الجنوبية بالشمالية، أقصد هنا جنوب الضفة الغربية، وبالتالي هو شارع يمر منه مستوطنون متطرفون. واضح تماما بأنهم لا يريدوا يعني عرقلة حركة سير المستوطنين المتطرفين، وبالتالي هم يريدون إبعاد الناس من المكان، يريدون توفير كامل الحرية للمستوطنين المتطرفين. لماذا أتى الناس إلى هنا محمود؟ أتى الناس إلى هنا للتضامن مع سكان مسافر يطا، للتضامن مع هؤلاء الناس الذين يتعرضون لهجوم كبير من قبل مستوطنين متطرفين. كما ذكرت قبل أيام المصابون تم اختطافهم من داخل سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى أماكن عديدة في مستشفيات الاحتلال وتم اعتقالهم. حملة اعتقالات الليلة داهموا مدينة يطا، وهذا يأتي كذلك على إثر ما أسموه بعملية إطلاق نار جرت خلال اليومين الماضيين في مستوطنة كرمائيل القريبة من هذا المكان من منطقة إم الخير وتوانا، أدى هذا إلى إصابة مستوطن بجراح متوسطة.